مستضيفة البطولة 4-0، وعلى اليابان أكثر من حصد البطولة في النهائي 3-1. كانت بطولة الحقيقة عظيمة، ستبقى دائما وأبدا خالدة بالأداء بالنتائج بالعروض بقدرات اللاعبين. سالم الهجري لاعب خط وسط نادي السد ومدافع العنابي كان خط وسط أو مدافع أيضا. سلامات لبسام الراوي. سالم الهجري، عارفين ان مونتاري كان نازل قبل كده، وعبد العزيز حاتم. ثلاث تبديلات للفريقين كده، خلاص هيكملوا المباراه بنفس اللاعبين في الملعب. امامنا 7 دقائق على نهايه الوقت الاصلي للشوط الثاني والمباراه، والعراق في طريقها لحصد 3 نقاط في واحده من مفاجات البطوله. ليس بغريب ولا مفاجاه عظيمه ان تفوز العراق، لكن المفاجاه ان 8 لاعبين من لاعبي العراق لم يشاركوا في اللقاء من البدايه، وشارك لاعبين تالقوا وابدعوا وسجلوا. العنابي بشخصيه العنابي عاد بهدف ويبحث عن الهدف الثاني. عبد الكريم حسن، عبد العزيز حاتم، مونتاري، المعز، ناطق، احمد ابراهيم، بيدرو، رمي التماس وفاول لصالح العراق. حكم تردد شويه.